بالنسبه لي انا كان هذا الطاق هذا بالنسبه لي حلم، يعني كنت كنحلم به من صغري. يعني ديما كنقول بغيت شي حاجه ديال الحسنه نبقى نفيق عليها ونشوفها الصباح ونشوفها العشيه، والحمد لله يعني تحقق هذا الحلم. نهار كنا كنوجدوا للمحل ديال جولدن جيمر كنا كنوجدوا ليه وحاطين بزاف ديال الرسومات يعني مخصصين في الجيمنج، وجيت اقترحت على الصديق ديالي الفكره حيت هو اللي كيرسم، وقلت ليه زعما الا قدرنا نديروا شي حاجه ديال الحسنيه من نكرموا اللعابه اللي عطاو اللي عطاونا اللي عطاو للفريق وعطاو للمدينه. وقال لي علاش لا نديروها، ودرنا وطبقنا في ارض الواقع. يقدر هادشي اللي درنا على قبلهم يعني قليل في حقهم بالنسبه لهذا الجيل اللي ديال الحواصلي البركاوي بوفتيني الفحلي وبيلا البوفتيني. يعني ما قدروش داكشي اللي خصهم كريم، حيت عطاونا بزاف، عشنا معاهم حوايج زوينين، عشنا معاهم يعني واخا حوايج الخايبين ولكن زوين اكثر من الخايبين. وحنا في عادتنا حنا سواسا ما كنساوش الخير، شي واحد فاش كيخلي يطبع راه كتبقى في الدين ديالنا وكتبقى واخا كاع تفوت عليها سنين غنبقاو نتفكروها ديما. وبالنسبه لذاك الشيء اللي دار الحواصلي والرامي والقتال ديالهم على المدينه وكيهضروا على المدينه يعني راه كيبقى في البال. وهذا الشيء اقل حاجه غنديروا على قبلهم هو التكريم هذا اللي درناه في المحل ديالنا باش نفتخروا بهم ونوصلوا من الرساله بلي حنا راه مفتخرين بداك الشيء اللي داروا وكنشكرهم. كلشي ممكن راه كيمشي زيل وكيجي زيل، وكل زيل يعني راه يعني خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، واي زيل داز راه الجيل ديال 2001 2000 اللي دا جوج بطولات راه مازال ما تنسى يعني راه باقي وهذا الجيل يعني ان شاء الله يعني جاي جيل اخر ان شاء الله اللي غيعطي للمدينه وغيعطي للفريق ان شاء الله. دابا الوضع ديال الحسنيه ما كيبشرش بالخير، دابا حاليا في هذا الوقت ما كيبشرش بالخير. حنا كنتمناو نرجعوا للمستوى ديالنا ونرجعوا حيت الحسنيه معروفه عليها هذا كتلعب كره حديثه يعني كتلعب. دابا كنشوفوا اللاعبين تالفين بهذا العباره يعني تالفين في التيران يعني ما عارفينش تغيير المدرب، الاداره فيها مشاكل، المدينه شي كيهرب شي كيسرق، فهمتي؟ حنا الضحيه هو الجمهور، يعني حنا هما الضحيه. يعني حنا بغينا الفرقه ديالنا نشوفها في المراتب الاولى، بغينا نشوفها تنافس على الالقاب ماشي تنشط البطوله، ولا حنا دابا لاعبين على باش ما نطيحوش القسم الثاني، وهذا بالنسبه لنا راه كيضرنا في قلبنا. كما قال الصديق ديالي هشام، فاش كنا خدامين على الديكوراسيون ديال لاصال كنا ناويين في الاول نديرو رسومات ديال اللي متعلقه بالجيمين باش نبقاو في الستيل ديالنا في اليد ديال لاصال. وكما قال جا عندي قال لي ودي راه عندي واحد الفكره كذا كذا، كما قال راه كان باغيها هو من صغرو. قال لي ودي شنو بان لك ندير واحد البلان واحد الحيط خاص بحدائق اكادير باش زعما نعبروا اليوم على السكر ديالنا وكذا، غير من هذا المنبر ديالنا، حيت راه خاص شحال باش انك تعطيهم السكر اللي كيستحقوا، يعني بعدا اوموان نديروا داك الشيء اللي قادين عليه حنا. صافي قلت لي ماشي مشكل، بقينا كنفكروا زعما شي طريقه باش نقدروا نعبروا على هذه الرساله هذه. ففكرنا نشوفوا زعما الاعمده ديال الفريق، دوك اللعابه اللي فريمون حطوا البصمه ديالهم، واخا زعما راه كاع اللعابه كان عندهم دور كبير. المهم خديناهم واحد اربعه اللعابه خمسه اللي كتشوفوا هنا في الحيط ديالنا. كنا باغيين اننا نديروا هذه الحفله كبيره في البلاصه. في الاول كنا درنا الحيطه كاملين نورمال، هذا خبيناه كان بحال مفاجاه. كنا باغيين نعيطوا اللعابه ونديروا واحد الحفله هنا صغيره ويشوفوا زعما نستضيفوهم عندنا هنا، غيكون لنا الشرف بيان سور باش يجيو عندنا. ولكن دوماج هذا البلان ديال الكورونا والكونفينمون كلشي سد، بما رجعنا عاوتاني مشاو الدراري ما بقاوش. المهم كانوا مجموعه ديال العوائق ما خلاوش هذا الشيء يطرا، ولكن ماشي مشكل. فاش رجعنا من بعد الحجر الصحي لقينا الدراري مشاو، الرامي مشى لفاس، الفحلي والحواصلي مشاو للبركان، بعد تي مشى لتوارقه، والبركاوي راه احترف في الدوري السعودي حتى هو. صح زعما كانوا ما جابتهاش الوقت اننا نستضيفوهم هنا للاسف، ولكن ماشي مشكل. المهم هذه هي الطريقه ديالنا باش اننا نشكروهم من هذا المنبر. كما قلت هذا الشيء علاش نقدروا واخا كيستحقوا اكثر، ولكن هذا الشيء اللي كان الساعه. بالنسبه لكاس العرب راه كاينين بزاف ديال اللعابه دازوا في الحسنيه، وكاس العرب يعني منتخب محلي يعني دار اللي عليه قدم اللي عليه. صراحه طلع لي كره فيها الفائز وفيها الخاسر، انا ما فهمتش يعني فاش وصل لضربات الترجيح راه ضربات الحظ وتقاتلوا وما جابش الله. وبزاف اللعابه دازوا في الحسنيه منهم زبران منهم بركاوي منهم بوفتيني
يعني عطاو سميتو المنتخب المحلي. واكادير معروفه بالمواهب، يعني راه الا جينا نديو راه كاين يعني مواهب يعني كثيره بزاف، كاين او كازارو احداد الا زين عنده، راه كاين بزاف ديال الدراري، خص غير شويه ديال التشجيع. بالنسبه للاكادير يعني كتسخر مني بزاف ديال المواهب، يعني خص غير التنقيب ديالهم، خص غير المسؤولين يشوفوا هذه الفئه هذه، حيت ان المواهب تبارك الله يعني طاقه شابه. يعني فاش كتشوف الاحياء الشعبيه وكتمشي تفرج في الاحياء الشعبيه كتشوف الدراري تبارك الله يعني عندهم ما يدار وعندهم ما يتقال، ولكن المسؤولين ديالنا للاسف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.